لكن في النهاية احنا محتاجين وقفة. ولذلك انت لما تيجي تناقش حد بيقول لك الحكمة من كذا ايه، اي حاجة الحكمة من انت بتعبد ربنا، حط الجملة دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومشيها على كل نواحي الحياة عندك، هترتاح وتعرف ترد على اي سؤال يجي لك. فدول لو كانوا عرفوا ان هم مخلوقين عشان يعبدوا ربنا، فما كانوش هيعصوا ربنا بهذا السحر اللي بيعملوه وهذا الايذاء اللي بيعملوه. وبعدين في النهايه بقى في حاجه مهمه جدا عايز اغيظهم بيها واقول لهم موتوا بغيظكم. انت ممكن تقعد تعمل ده وربنا يحمي ويعصم الانسان اللي انت قصدت تعمله كده، يبقى ما نبكش انت الا الوزر بس، ما نبكش غير انك انت عصيت ربنا بس، ما حصلتش اي نتيجه غير ان انت سعادتك حجزت مكانك في نار جهنم بس، لكن ان انت نلت ما تريد في الدنيا لا. وممكن ربنا يرفعه. انت لما تيجي تقرأ في قصة سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف بقى كبير في مصر ومهم في مصر لان هو كان من الاسرة الحاكمة، ابدا كان من بقية عيلتهم، ابدا كان يعني مولود هنا ومترعرع في الجناين بتاعتهم، فقال لك ما الواد ده حلو اعمله بتاع، ابدا ده كان في بير يعني، كان اتحكم عليه باعدام وقالوا خلاص مات وانتهى كده وخلص بح انتهى. كان في حد اسمه يوسف امبارح حلو. فيجي بقى يشاء السميع العليم ان اللي اترمى ده واتعدم ده واتلغى خالص ده، يعني سبحان الله، هو زي ما قالوا في الفيزياء لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انت اتكيت عليا لتحت ب 10 كيلو كده، ربنا يديني قدهم بقى 10 تانيين، بس والله يضاعف لمن يشاء يديني 100 فوق بقى. يبقى انت بتتك عليا عشان تخلص عليا على قد بكل عزمك كده عشان اخلص انا خالص، فربنا يديني انا بقى قد كده، وبتبقى انت قد الصرصار قد النمله. هو كده، هو سنه الكون كده. ما ينفعش ان انت تمشي على مزاجك، ما خلينا بس بالعقل. انا عايز امشي على مزاجي، وحضرتك تمشي على مزاجه، وحضرته تمشي على مزاجه، وحضرتها تمشي على مزاجها، انهي مزاج بقى؟ يعني لو كان فيما الهه الا الله لفسدتها. ما ينفعش، لازم اله واحد، قدر واحد، الحكم واحد، تدبير واحد، اللي هو مين بقى؟ الواحد، وحده الواحد، هو ربنا بس اللي يقول، وربنا بس اللي يقدر، وربنا بس اللي يشاء، ولا يسأل عما يفعل. يعني احنا عايزين نلغي عبد الرحمن ده خالص، فربنا يخليه اكبر واحد خالص، ما يسألش ليه، هو قادر على كده وهو ارادته كده، وهو انت ما ينفعش يبقى ليك ارادة في كده خالص. فاعلموا ده يا عالم، يا بشر، يا اللي في القرن 21، يا اللي جايين بتتكلموا في السحر وإيذاء الناس، اتقوا ربنا.